الموضوع اللي تناقشنا اليوم هو موضوع ديال قيم ديال المواطنة وحقوق الإنسان والتواجد ديالها في المناهج التعليمية. المناهج التعليمية بالمعنى نتاع الكريكولوم، أي من مواد وطرق تدريس ودعامات تربوية وما إلى ذلك. اللي تيبان كخلاصة هو أن هناك واحد التقدم ملحوظ ومهم على مستوى الوثائق، ولكن على مستوى حتى تبني يعني المنظومة الكونية لحقوق الإنسان. وطبعا المشكل كاين غير في التنزيل ديال داك الشيء، لأن هناك مشكل ديال التكوين ديال الأساتذة والمفتشين، وهناك أيضا قضايا ديال استيعاب هاد المفاهيم وتحويلها إلى ممارسات سلوكية فعلية. واليوم كانت واحد الندوة في رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المعرض الكتاب، المعرض الدولي للكتاب اللي قام في الرباط. تحدثنا فيه عن المناهج التعليمية ومدى إدماج القيم والمبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، منها المواطنة، منها التسامح إلى آخره. وأنا بصفتي تلميذة حاولت أن أقدم مجموعة من التوصيات والاقتراحات لتحسين هذه المناهج، منها أن نحاول أن نقرب هذه المناهج للتلميذ عن طريق إدخال مجموعة من الأنشطة الموازية لتلقين هذه الدروس وتلقين هذه القيم بطريقة مباشرة وبطريقة تجعل التلميذ ينجذب لهذه الدروس ويحاول تطبيقها على أرض الواقع. أيضا قمت ب أو سلطت الضوء على أهمية إعادة هيكلة هذه المناهج وإدخال التكنولوجيا الجديدة ووسائل التواصل، وأن تنتقل هذه الدروس من التعبير عن الآراء والتعبير عن المقترحات إلى التجسيد على أرض الواقع والقيام بمجموعة من الورشات على أرض الواقع.